أهلا بكم في ترند، ولهنا عليكم حملة جديدة كليا دشنتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض ضمن إطار مساعيها لزيادة أعداد السياح الوافدين إلى مملكة البحرين بعد انقضاء أزمة كوفيد-19، خاصة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي سيتم إطلاقها عبر 3 مراحل على مدار العام، إذ ستبدأ أولا بمرحلة الإلهام المعنية بالتواصل مع المتابعين رقميا عن طريق المنشورات التفاعلية والجلسات الحية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التشجيع التي ستركز على الترويج للأنشطة المقامة، وانتهاء بمرحلة التحول التي تتضمن التفاعل الحي مع الزوار بشكل مباشر، حالما يتم السماح بعقد الفعاليات مرة أخرى، والتي سيتم إطلاقها عبر حساب هيئة البحرين للسياحة والمعارض على تطبيق إنستغرام. رداً على عدد من الاستفسارات، أوضحت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة على الحساب الرسمي لوزارة الصحة على إنستغرام بأن هناك خدمات مسموح العمل بها داخل صالونات التجميل النسائية شرط اتباع الاشتراطات الصحية لكل خدمة لضمان الحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة العامة. هاشتاج حط صورتك وانت صغير يعود للتداول مرة أخرى في تويتر بأكثر من 60,000 تغريدة. الهاشتاج ابتكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبلغ التوب ترند في تويتر اليوم، حصل تفاعل كبير في البحرين والخليج. العديد من النشطاء شاركوا بالتغريد بصورهم الخاصة سواء بمفردهم أو بمشاركة أهاليهم أو أصدقاء الدراسة. نتابع. مباشرة عبر يوتيوب واجه رائدا فضاء روسيان في محطة الفضاء الدولية بطل شطرنج موجود على الأرض خلال مباراة بثت مباشرة وكانت نتيجتها التعادل بعد حوالي 15 دقيقة، وقد تسلح أناتولي إيفانيشين وإيفان باغنر بجهاز لوحي بدلا من رقعة الشطرنج، وواجه في حالة انعدام الجاذبية الأستاذ الدولي الكبير في اللعبة سيرجي كاركايين الذي جلس في متحف الفضاء في موسكو. ونظمت المباراة بمناسبة مرور 50 عام على أول مباراة شطرنج أقيمت بين رواد فضاء سوفييت في مهمة ونظراء لهم على الأرض في 9 يونيو عام 1970. قناع يظهر بسمة أو ابتسامة الأشخاص الذين يضعونه ابتكره مستثمرون بلجيكيون شباب، وقد لقيت هذه الفكرة استحسان جهات عدة من بينهم المطاعم والمؤسسات الصحية التي يرغب فيها المعالجون في إظهار جانب إنساني أكبر أمام مرضاهم. ويقوم هذا القناع الذي يحمل اسم Smiling Mask بالتقاط صورة للجزء السفلي من الوجه ثم طباعتها على كمامة قماشية، ولم يقتصر الاهتمام بهذه الفكرة على القطاع الصحي، إذ أكد القائمون على المشروع أن هذه الكمامات توفر إضافة حقيقية للعاملين في المطاعم ومصفف الشعر، إذ من المهم لديهم إضفاء مشاعر على الوجه. مشاهدينا، كونوا أنتم سبب انحسار الفيروس لا انتشاره. نلقاكم باكر في أمان الله.